السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي الزراعي جميع المجالات، أهلا ومرحبا بيكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني، وأهلا وسهلا بيكم مع أسرة نحل العسل ودود القز بالقناة. اتكلمنا الحلقتين اللي فاتوا على مهارة مهمة جدا 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 لكل نحال، ومهمة ليك أنت كطالب، إن ماسكة تعتبر المنهج كله بتاع النحل، أو ماسكة 90% من منهج النحل، وهي مهارة فحص الطوائف، فتح الخلايا وفحص الطوائف. واتكلمنا فيها عن كل العمليات النحلية اللي هي ممكن بيقوم بيها النحال في منحله. هنتكلم النهاردة بقى تزامنا مع موجة البرد اللي هي بتمر بيها البلاد، على إن زي ما أنت بتبرد وزي ما انت بتحس بالبرد وزي ما انت بتتأثر بالبرد وبتقي نفسك من أضرار البرد، النحل برضو بيتأثر بالبرد، بيتأثر بالبرد جامد، النحل بيحاول ان هو يدفي نفسه. يبقى موضوعنا النهاردة هو موضوع التشتية بتاعت الطوائف. تشتية الطوائف يعني ايه؟ تشتية الطوائف دي معناها جميع الإجراءات اللي بيقوم بها النحال عشان يعد الطوائف بتاعته للخروج من فصل الشتاء والدخول في فصل الربيع دخول آمن، وبيخرج من فصل الشتاء خروج آمن برضه، بيحافظ على النحل بتاعه. طيب يبقى مش معنى إن التشتية اللي بيعملها النحال بيعملها كده وخلاص، ده بيعملها في وقت الشتاء. طيب ومش معنى التشتية ان انت بتدفي الخلية وخلاص، التشتية ان انت بتعتني بالنحل. طيب النحل اساسا بيعتني بنفسه، ولكن لما يلاقي درجة الحرارة انخفضت ل 12 درجة او اقل من 12 درجة مئوية، بيحاول يعمل في الخلية بتاعته او في الطائفة بتاعته تدفئة هو ذاتية. التدفئة الذاتية دي عبارة عن ايه؟ التدفئة الذاتية اللي بيعملها النحل ان هو بيقسم نفسه لمجموعتين، اول حاجة مجموعة توليد الحرارة، تاني مجموعة اللي هي بتكون حول المجموعة الاولانية دي بتكون مجموعة المحافظة على درجة الحرارة اللي قام بتوليدها النحل الصغير اللي هو في المنتصف. طيب النحل الصغير اللي في المنتصف بيعمل التدفئة بتاعته ازاي؟ النحل ده بيعمل التدفئة ان الملكة لازم بيحافظوا عليها، الملكة بتبقى في وسطهم او في هم بيحاولوا ان هو يكونوا حواليها، وبتقوم الشغالات. خلي بالك بقى من النقطة دي، ان النحل بيعمل تدفئة ازاي؟ النحل ليه زوجين من الأجنحة. طيب بيحرك العضلات بتاعة الأجنحة بتاعته حركة علوية وسفلية، العضلات خلي بالك مش الأجنحة نفسها، مش الأجنحة بس، العضلات بس بيحرك العضلات بتاعة الأجنحة، العضلات دي بتولد قوة، بتولد حرارة، الحرارة دي هي اللي بتدفي الطائفة. طيب هي المفروض الطائفة درجة حرارتها كام؟ المفروض الطائفة درجة حرارتها 32 درجة مئوية. طيب وانا قلت لك قبل كده ان كل قرص من اقراص الحضنة ليه درجة حرارة معينة، هما بيحاولوا ان هما يدفوا الحضنة، بيحاولوا ان هما يدفوا البيض اللي هو بتاع الملكة، لان بيض الملكه قرص بيض الملكه قلت لك ان هو درجه حرارته بتكون حوالي 12 ل 14 درجه مئويه، فاذا قلت عن 12 درجه مئويه درجه الحراره يبقى كده بيأثر على البيض، ممكن ان هو يأخر الفأس بتاع البيض او يطلع افراد مشوهه. طيب يبقى مش معنى بقى التدفئه او مش معنى التشتيه اللي بيعملها النحال ان هو يدفي الخلية وخلاص، لا، ده معنى التشتية ان هو بيعتني بالنحل شتاء وبيشتي النحل، يبقى معنى كده بيعتني بالتغذية، بيعتني بعلاج النحل، بيعتني
ان هو يشيل الاطارات الزائده عن حاجه الطائفه اللي هي موجوده جوه، لان هي دي بتعمل برد برضو جوه لما تبقى اقراص كتيره تبقى لا تتناسب مع قوه النحل بتاعك، يبقى معنى كده ان البرد هيكون موجود ودرجه الحراره هتنقص في داخل الخليه. يبقى هو بيعتني النحال بكل ده، بيعتني بالتغذيه، بيعتني بمعالجه الامراض، زي مثلا النزيمه، زي الفاروه. طيب يبقى معنى كده زي ما قدامك تعريف التشتيه، هقول لك هي جميع الاجراءات اللي بيقوم بها النحال لاعداد طوائف النحل عشان يستقبل فصل الشتاء. الغرض من التشتيه هو حمايه طوائف النحل من البرد في الشتاء. طيب ادي زي ما قلت لك الملكه اهي في النص، المجموعه بتاعه النحل اللي هي النحل الصغير اللي هي حول الملكه دي، هو اللي هو مجموعه توليد الحراره وبيولد الحراره. المجموعه اللي هي بعد الشغالات الصغيره دي بتبقى شغالات كبيره في السن، هي دي اللي بتحافظ على درجه الحراره. وشايف انت الاجنحه بتاعه الشغالات بتحرك العضلات بتاعه الاجنحه، خلي بالك تحريك الاجنحه بتاعه الشغاله بيبقى حاجتين. ما انت قلت لي يا مستر ان في وقت الحر الشغالات بتعمل تهويه بالاجنحه، بتعمل تهويه بالاجنحه وليس بالعضلات. يبقى عضلات الاجنحه دي مسؤوله عن توليد القوه الحراريه او توليد الحراره داخل الخليه، ولكن حركه الاجنحه بس كده دي مسؤوله عن التهويه. فشوف سبحان الله مقسم الاجنحه بتاعه الشغاله، العضلات بتاعتها بتعمل حاجه والجناح نفسه بيعمل حاجة. طيب ادي قدامك في البلاد بقى شديدة البرودة بيعملوا ايه؟ في البلاد شديدة البرودة بيحطوا الخلايا بتاعتهم في حجرات ذات درجة حرارة مناسبة ليهم، ولكن دي طريقة تعتبر ما افادتهمش كتير. او بيعملوا ايه تاني؟ بيجيبوا كل صندوقين بيتحطوا في صندوق واحد كبير، بيعمل عملية تدفئة برضه. دي في البلاد شديدة البرودة مش عندنا هنا في مصر. في طريقة تاني بيعملوا بيها تشتية برضه في البلاد شديدة البرودة، وهي بتلف الخلايا بورق القطران اللي هو الأسود اللون من الخارج، ده بيمتص الحرارة وبيعمل تدفئة للنحل. طيب التشتية بقى عندنا هنا في مصر اهي قدامك تشتية في مصر، بنتبع خطوات وبنتبع ثلاث اجراءات. اول اجراء بتبقى اجراءات خاصة بالمنحل نفسه، بتعمل تشتية للمنحل نفسه. تاني حاجة اجراءات خاصة بالخلية بس. تالت حاجة اجراءات خاصة بالطائفة نفسها. يبقى النحل عندي اللي هي الطائفة موجودة في خلية، الخلية موجودة داخل المنحل، فبنعمل تشتية للثلاث حاجات دول، للمنحل وللخلية وللطائفة اللي داخل الخلية. هتكلم أول حاجة عن الإجراءات اللي هي بيقوم بها النحال للتشتية، تشتية المنحل. أول حاجة وضع الحصير في الجهة الشمالية والغربية للمنحل. ليه بقى؟ لأن الجهة الشمالية هي اللي بيجي منها التيارات الهوائية. بهتم بوجود مصدات رياح، لأن أنا لما جيت قلت لك عند إنشاء المنحل هعمل مصدات رياح، مصدات الرياح هي وقتها بقى دلوقتي، إن هي بتمنع الرياح الشديدة إن هي تيجي على المنحل بتاعك. تالت حاجة بترفع الأغطية بتاعة المظلات، ما هو المنحل بيكون المظلات بتاعته في أغطية. بترفع الأغطية دي عشان خاطر تنزل أشعة الشمس على الخلايا وتعمل تدفئة. بتنظف أرضية المنحل من الحشائش، بتعدم عشوش النمل اللي هي موجودة على أرضية المنحل. يبقى دي كلها إجراءات خاصة بالمنحل بتعملها داخل المنحل بتاعك. طيب في إجراءات تاني، اهي دي تشتيت المنحل قدامك، اهي الصورة.
رفعنا المظلات اللي هي موجودة هي قدامك، عملنا مصدات رياح. لو مفيش شجر بتاع مصدات رياح، بعمل حصر على من الجهة الشمالية والجهة الغربية اللي هي جهة هبوب الرياح. بعد كده في إجراءات بقى خاصة بالخلية. أنت بتعمل إيه بقى للخلية نفسها؟ أول حاجة بتعمل، بتحط الخلايا، بتخليها على الأبعاد الشتوية، بتسد أي ثقوب أو شقوق موجودة في الخلية إن هي ممكن تدخل برد أو تدخل رياح باردة يضر النحل. لازم تحكم الغطاء بتاع الخلية نفسه. لازم بتخلي برضو المدخل بتاع الخلية جهة الجنوب الشرقي، جهة الجنوب الشرقي اللي هي الشمس بتطلع منه عشان تعمل تدفئة على الباب. طيب بتنظم البراويز داخل الخلية، بتخلي الخلايا مائلة للأمام عشان لو في مطر ما ينزلش، ما يعملش، ما يأثرش على الغطاء الخارجي بتاع الخلية وما يدخلش من الباب بتاع الخلية المطر اللي هي في البلاد اللي هي ممطرة. بتستعمل الخيش، بتحطه على الصناديق من جوه، بتحطه على البراويز من جوه، ما بتستعملش بلاستيك. في ناس بيحطوا غطاء بلاستيك على الخلايا، الغطاء البلاستيك ده بيعمل رطوبة، الرطوبة دي بتأثر على النحل. لما تحوش الغطاء البلاستيك ده الرطوبة هتأثر على النحل وممكن تصيبه بأمراض. أدي قدامك التشتية بتاعة الخلايا اهي، وخليت كمان الفتحة بتاعة الباب على الفتحة الشتوية اللي هي 3 سنتي، الباب بيبقى 3 سنتي. طيب في إجراءات بقى خاصة بالطائفة نفسها، طائفة نحل العسل جوه في إجراءات خاصة بيها للنحل بقى جوه. إيه هو بتعمل إيه؟ لازم بتوفر له غذاء بالطائفة. طب لو مش موجود تغذية يبقى لازم تغذي، لو مش موجود تغذية لازم تغذي، لأن النحل بيتغذى. أنا قلت لك النحل الصغير هو اللي بيولد الحرارة. طب هيولد الحرارة من إيه؟ هيتغذى بالعسل اللي موجود جوه. لو مفيش عسل بتعمل انت تغذية محلول سكري بيكون نسبته 2:1، يبقى برضو التشتية دي ماسكة حاجات كتير جدا في منهجك بتاع النحل. 2:1 يبقى 2 سكر 1 مية عشان بيدي طاقة. طيب في الشتاء وانت بتعمل تغذية بالنسبة للنحل، معلومة ليك انت كده، اوعى تعمل تغذية مخففة. لو عملت تغذية مخففة ده ممكن يضر النحل، ممكن يجيب النحل أمراض زي أمراض النزيمة، ده بيجي من التغذية المخففة في وقت الشتاء. طيب لازم تتأكد من وجود ملكة قوية، يبقى دي برضو إجراءات بتتم خاصة بالطائفة. لازم بتقلل عدد مرات الفحص. هي عدد مرات الفحص كام؟ عدد مرات الفحص أنا قلت لك عليها الحلقة اللي فاتت واللي قبلها. مرات الفحص في الربيع بيبقى كل 7 أيام، أما في الشتاء بيبقى من 20 يوم لتلاتين يوم. ما تفتحش الخلية كتير في الشتاء، ليه؟ لأن أنت لو فتحت الخلية كتير في الشتاء هيدخل برد داخل الطائفة، هيدخل برد على الطائفة بتاعتك وهيصيبها برضو بأمراض. بتحط غطاء من الخيش السميك زي ما قلت لك، بتنظم وضع الأقراص. تنظيم وضع الأقراص هيبقى إزاي؟ تنظيم وضع الأقراص هيبقى في المنتصف الحضنة، وعلى الجانبين بيبقى العسل وحبوب اللقاح. يبقى الحضنة لازم تدفيها، هيبقى في منتصف الطائفة بتاعتك. لو كانت الأقراص اللي عندك في الطائفة أقل من 6 براويز دي بتنقلها على طول لصندوق سفر. ده كل الغرض منه إن أنت تدفي النحل، تخلي قوة النحل على قد البراويز، تخلي قوة النحل موجودة على البراويز كلها. ليه؟ عشان تعمل تدفئة. يبقى انت بتعمل تدفئة من ناحية والنحل برضه بيعمل تدفئة. يبقى لو كان الخلية اللي عندك اللي دخلت عليها الشتاء بصيت لقيت ان 5 اقراص، ما تسيبهاش في الخلية، ما تسيبهاش في الصندوق الكبير، لا انقلها لصندوق سفر. طيب الاقراص الزايدة بقى هعمل لها ايه؟ بتهتم ب
تخزين الأقراص الفارغة. طيب بتخزن الأقراص الفارغة إزاي؟ أو بتخزنها ليه الأقراص الفارغة؟ يعني في عندك أهو دي تشتية الطائفة، حطيت خيش على أو قماش سميك على البراويز، بتخزن الأقراص ليه؟ دي قدامك في الصورة دودة الشمع. دودة الشمع بتيجي لمين؟ بتيجي للأقراص الفارغة المهملة. فأنت لو سبت الأقراص الفارغة موجودة في الخلية ودفيت النحل، يبقى أنت دفيت النحل من ناحية وقضيت على البراويز اللي عندك اللي فاضية. ليه؟ لأن هتلاقي دودة الشمع جات لها، دودة الشمع جات لها وأتلفت البراويز اللي عندك، يبقى لازم تخزنها. طيب هتخزنها ازاي؟ ده برواز قدامك مهمل موجود في خلية، الراجل صاحب المنحل او النحال ما اخدش البرواز ده لان هو فاضي، سابه في الخلية زي ما هو، فجات له دودة الشمع على طول وعملت فيه كده، يبقى هو ما استفادش بالبرواز ده في الموسم اللي هو موسم الفيض اللي هو بتاع الربيع بعد الشتاء. طيب بتخزن بقى البراويز ازاي؟ بتخزن الاقراص الشمعيه ازاي؟ بتخزنها بالتبخير، بتحط انت خلايا فوق بعض من 5 إلى 7 خلايا بيتحط فيها البراويز، وبتجيب كبريت، الكبريت ده بيكون باودر وبتحطه في موقد، الموقد ده بيكون موجود فيه فحم، وبيتم تبخير البراويز بواسطة الكبريت، فبيطلع ثاني أكسيد الكبريت فبيقتل فراشات ودودة الشمع، وبيقعد عندك البراويز دي للموسم القادم عشان تستفيد بيها. طيب في ناس تاني بتخزن البراويز ان هي بتحط له حاجة مادة برضو اسمها البرادكس، البرادكس دي بتحطها فوق البراويز، فالدخان اللي بيطلع منها او الغازات اللي بيطلع منها ما بتولعش فيها ولا حاجه، الغازات اللي بتطلع من البرادكس اتقل من الهواء فبتنزل تحت، يبقى بتحط فوق البراويز عشان الغازات اللي بتطلع اثقل من الهواء فبتنزل تحت، بتقتل برضو يرقات ودودة الشمع، وكده انت حافظت على أقراص الشمعية اللي هي موجودة عندك في الطائفة. طيب دي تخزين من الأقراص الشمعية، بترص الأقراص في صناديق زي ما قلت لك قدامك، مسحوق الكبريت بيتحط في قطعة الشاش بمعدل 15 جرام للصندوق، فبيتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت. هتكلم بعد كده، كده انا خلصت اجراءات التشتية. طبعا انا لما جيت بدأت معاك مادة بتاعتنا قلت لك المادة اسمها تربية النحل ودودة القز، وقلت لك ان النحل ده ربنا سبحانه وتعالى خلى حشرة هي تنتج لك احسن طعام وافضل طعام وهو العسل، بيعجز الانسان ان هو يعمل عسل او يصنع عسل زي اللي بتنتجه النحله وبالقيمه الغذائيه اللي بتنتجه النحله. وقلت لك المشروع بتاعنا التاني مش مأكل بقى، ملبس. ايه الملبس؟ الملبس هو افخم انواع الاقمشه، بيسموه ملبس الملوك، وهو الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي. وعجز برضو الانسان ان هو ينتج حرير طبيعي زي اللي بتنتجه دودة القز، زي ما درسناها في ابتدائي دودة القز بتعمل الحرير الطبيعي. لما اقول دودة القز يبقى ده مرحلة من مراحل فراشة دودة القز. فراشة دودة القز بيبقى بيضة، التطور بتاعها بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة، يبقى مرحلة متوسطة ومرحلة اليرقة هي اللي بتنتج لي الحرير الطبيعي. طب الحرير الطبيعي ده بعرفه بإيه؟
بقول عليه ان هو احد الالياف الحيوانيه اللي بينتج بواسطه ديدان الحرير. دي قدامك دوده الحرير التوتيه اللي بتنتج لك افخم انواع الاقمشه، ممكن المتر يوصل فيها ل 1000 جنيه و1500 جنيه، ده الحرير الطبيعي. طيب ادي قدامك الفراشه بتاعت دوده القز، ودوت القز اللي هو تحتها ده، وده الحرير اللي هو في الاخر. وهنشوف ان شاء الله على مدار السنة دي والسنة الجاية ازاي دوت القز دي بتعمل الحرير. طيب هو الحرير ده عاوز اكلمك نبذة مختصرة عنه، وامتى اكتشفوه وامتى عملوه. أقدم الدول لإنتاج الحرير في العالم وهي الصين. الصين هي أول دولة أو أول بلد أنتجت الحرير، لدرجة الكلام ده قبل 4000 سنة، لدرجة إن كان طلع قانون عندهم اللي يطلع سر إنتاج الحرير ده يحكم عليه بالإعدام. كانوا محتكرين انتاج الحرير في العالم كله. جه بعد كده اسيا بطريقه او اخرى دخل فيها الحرير، وبعد كده اليابان، وبعد كده في اوروبا دخل الحرير عن طريق الاسكندر الاكبر، وبعد كده لويس الحادي عشر هو اللي دخل الحرير لفرنسا، وكان اصبحت مدينه ليون هي اكتر بلد بتتاجر في الحرير وبتنتج برضه حرير. طيب القدماء المصريين عرفوا تربية دوت القز؟ لا، القدماء المصريين ما ربوش دوت القز، ولكن دخل دوت القز دخلت مصر وخدت عصرها كبير في عصر الفاطميين، وبعد كده اختفت هذه الصناعة لحد عصر محمد علي لما دخل الفرنسيين تربية دوت القز هنا في مصر. دخلته في مصر لأن حصل عندهم هناك في فرنسا مرض كان بيصيب الفراشات بتاعت دوت القز، وهو اسمه مرض الببرين. مرض الببرين ده كان بيأثر على البيض بتاع اللي بينزل من الفراشة، كان البيض بيطلع ما كانش بيفقس. فجم نقلوا الصناعة دي، نقلوها هنا لمصر في عهد محمد علي، وكانوا بياخدوا البيض الصالح والبيض السليم اللي هو هينتج لهم يرقات، كانوا بياخدوه في فرنسا وبيتم إنتاجه في فرنسا. يبقى دي نبذة مختصرة عن الحرير في العالم وصناعة الحرير في العالم. كمان قبل ما انسى اقول لك ان فرنسا هنا زرعت حوالي 3 مليون شجرة توت. زرعتها فين؟ زرعتها على ضفاف الترع والمصارف، وزرعتها زراعات متفرقة. وخلي بالك افتكر الكلمة دي، لان انا هقول لك الحرير ليه قليل في مصر وليه الناس هنا ما بتستفدش من صناعة الحرير هنا في مصر كتير. اسباب انخفاض انتاج نشأة الحرير في العالم، أسباب انخفاض إنتاج الحرير في مصر بقى إيه؟ أول حاجة إن هنا في مصر بيربى دوت القز بالطريقة التقليدية، بيعتمد المربون على أشجار التوت المتناثرة على الطرق، ما بتبقاش في حقول، ولكن في الدول المنتجة للحرير بتبقى أشجار. طب وانت انت يا مصر، انت بتكلمني عن دوت الحرير ولا بتكلمني عن شجر التوت؟ ما انت ما تعرفش دوت الحرير بتتغذى على أوراق التوت، فيبقى لازم أوفر لها التغذية بتاعتها. التغذية بتاعتها هي أوراق التوت، يبقى لازم أوفر لها أشجار التوت. ولكن أشجار التوت هنا بنعتمد عليها في مصر بتكون أشجار التوت البلدي، وهقول لك بعد كده انواع التوت او اصناف التوت اللي بتزرع هنا في مصر، وهقول لك برضو
ان التوت البلدي احسن ولا اشجار التوت البلدي احسن، الورق بتاعها، انا اتكلم بقى على الورق، الورق بتاعها احسن ولا التوت، اشجار التوت الرومي ولا الياباني، هتكلمك على كل ده ان شاء الله. طيب بيعتمد المربون على اشجار التوت البلدي، اشجار التوت البلدي الورق بتاعها صغير وذو قيمة غذائية منخفضة بالنسبة لدود القاز. بيتم حل الشرانك برضو بالطرق التقليدية، ده هنا في مصر الكلام ده. هو الحرير ده ليه مستقبل هنا في مصر؟ ليه مستقبل كبير جدا في مصر لأسباب. أول حاجة ملائمة الظروف المناخية لزراعة التوت، إن الظروف المناخية بتاعت مصر تلائم زراعة التوت، لأن الجو بتاعها معتدل فبتلائم زراعة التوت. تاني حاجة إن في عمالة كتير هنا في مصر، الأجور بتاعت العمالة منخفضة، فعشان كده يبقى الأيدي العاملة موجودة. يبقى التوت ده أو الحرير عاوز إيه؟ عاوز شجر توت عشان يتغذى على أوراقه دوت الخدس، وعاوز أيدي عاملة. الحاجتين دول ممكن يتوفروا هنا في مصر، يبقى الأيدي العاملة موجودة. والأصناف الجديدة اللي بدأ مصر هنا تزرعها وبدأ مركز البحوث يزرعها، لأن طلع في 1927 عملوا مركز بحوث لزراعة التوت وإنتاج الحرير، ده كله عشان ننهض بصناعة الحرير في مصر. بتستهلك مصر كمية كبيرة جدا من الحرير. موقع مصر الجغرافي وسهولة المواصلات، يبقى ده كله أسباب تميز مصر لإنتاج الحرير الطبيعي. ده سؤال بيجي لك في الامتحان، ليه بتتميز مصر لإنتاج الحرير الطبيعي؟ تقول له الأسباب دي، بتوفر الخبرة الفنية المطلوبة، الخبرة الفنية المطلوبة اللي هي موجودة طبعا في مراكز البحوث. طيب الأهمية بقى بالنسبة للاقتصاد القومي، هو مهم الحرير ده للاقتصاد القومي، مهم جدا. ليه؟ بيزود دخل المربين، بيخلق فرص عمل جديدة، بيقلل من هجرة الريفيين للمدن، الريفي ده هيقعد في المدينة مش هيعمل هجرة داخلية للمدن الكبيرة، يبقى هيشتغل في صناعة الحرير ويشتغل في تربية دودة القاز، بيحول المجتمع الريفي لمجتمع منتج، يبقى بالتالي بيقضي برضو على البطالة، يبقى ده كله أهمية بالنسبة للاقتصاد القومي. هنشوف بعد كده، هوري لك الشرنقة، دي الشرنقة، دي دوت القز، دوت القز دي خلي بالك هي اللي بتنتج الشرنقة في العمر بتاعها الخامس، لأن اليرقة بتاخد 5 أعمار، في العمر الخامس بتنتج الشرنقة. طب بيتكون من إيه بقى الحرير؟ الحرير ده بيتكون من سائل بروتيني اسمه الفيبروين. الفيبروين ده بيفرز من الغدد الجانبية للرأس بتاع دودة القز، دي الشرنقة قدامك، بيكون نسبته في خيوط الحرير أو في الشرنقة من 75 لـ80%. طيب هيبقى هايش كده، مش هيمسك نفسه، مش هيتلف على الشرنقة، يبقى بينتج كمان حاجة اسمها السرسين. السرسين دي مادة لزجة زي الغيرة كده بالظبط، بتلزق الخيوط في بعضها، بتلزق الخيوط في بعضها وتيجي انت تفكها ساعة حل الشرانق. النسبة بتاعت السرسين دي بتكون من 20 لـ25%. يبقى دول هو اللي بيكون لي الشرنقة. الشرنقة دي ممكن توصل عدد الخيوط بتاعتها من في أصناف بيكون حوالي من 600 لـ800 متر. طيب هنشوف بعد كده الأهمية الاقتصادية بقى لأشجار التوت. يبقى أنا اتكلمت على الحرير واتكلمت على دوت القز، وقلت لك إن لازم لدوت القز توفر لها الغذاء. طيب ايه الغذاء بتاع دوت القز؟ يبقى هي اشجار التوت. يبقى اهميه بقى زراعه اشجار التوت، يبقى انا لازم اهتم بزراعه اشجار التوت هنا في مصر لو عاوز اربي دوده قز، ولو عاوز انتج حرير.
أهمية بقى الأهمية الاقتصادية لأشجار التوت إيه هي؟ أول حاجة إن أوراقه هي الغذاء اللازم لتغذية دوت الحرير التوتية. طيب تاني حاجة، الثمار بتاعة التوت ممكن ان انا استعملها برضو لان هي غنية بالسكر والبكتين والمواد البروتينية. اخشابه بتتميز بالصلابة. يبقى انا عندي زي ما قلت لك لازم اهتم باشجار التوت. خلي بالك في على مستوى العالم 34 نوع من اشجار التوت، 34 نوع، كل نوع بيبقى أصناف كتيرة قوي. اللي مهتمين بيه في العالم كله 3 أنواع بس من أشجار التوت، نوعين من أصل صيني ونوع من أصل هندي، أو من أصل هندي أو من أصل ياباني كمان. طيب النوعين اللي من أصل الصيني دول بحوالي 57 صنف منهم. حسب ايه بقى؟ انت بتزرع الاصناف دي حسب تأقلم هذه الاصناف مع درجة مع البيئة. يبقى في اصناف بتبقى التوريق بتاعها بيكون مبكر، التوريق بتاعها في اصناف تاني بيكون متوسط، التوريق بتاعها بيكون متأخر. ودي هنعرف كل الاصناف دي ان شاء الله. طيب شوف بعد كده اهم الاصناف بقى التوت في مصر. اول حاجه البلدي زي ما قلت لك، التوت البلدي بتكون بينتشر على الترع والمصارف، واحيانا بيزرعوها للظل. في مصر في 57 صنف من التوت كله. البلدي ده اوراقه وصفها بيبقى صغير الحجم، قيمته الغذائيه ضعيفه. ضعيفه لايه؟ ضعيفه لدوت القز. بتتساقط اوراقه أواخر نوفمبر وبيتكاثر بالبذرة. طيب في بعد كده صنف تاني وهو الصنف التوت الرومي. دي الورقة بتاعته بتكون كبيرة وغير مفصصة. أوراق التوت الرومي بتخرج في منتصف مارس، يبقى دي متوسطة التوريق. بيتكاثر بالعقلة، وهتعرف كل الحاجات دي إن شاء الله من خلال دراستنا لأشجار التوت ودراستنا لحرير ودوت القز. طيب في صنف تاني وهو الياباني. الياباني الورقة بتاعته بتكون كبيرة، قيمته الغذائية بتكون عالية، بتخرج أوراقه أوائل أبريل. يبقى أوائل أبريل يبقى ده بسميه متأخر التوريق. وهقول لك يعني إيه متوسط توريق ومتأخر توريق ومبكر توريق لما نشوف الصنف الثالث أو الرابع وهو الهندي. الورقة بتاعته بتكون كبيرة، بيبدأ التوريق أول يناير، محصوله الورقي وفير وقيمته الغذائية بتبقى عالية جدا وبيتكاثر برضه بالعقلة. طيب لما أقول مبكر توريق ومتوسط توريق ومتأخر توريق، يبقى ده اللي بيخليني إن أنا وأنا بربي دوت القز يبقى أبقى عارف المبكر التوريق ده هيفيدني. ليه؟ لان بتخرج اوراق اشجار التوت الهندي بتخرج امتى؟ بتخرج اول يناير، اول يناير، وبتتساقط في نوفمبر. يبقى معنى كده بتقعد معاك 11 شهر، بتقعد 11 شهر ممكن تعمل كذا مرة تربية لدوت القز. يبقى انا ما بدرسش الحاجات دي كده وخلاص، لا انا بدرسها عشان تعرف انت ايه اللي عاوزه. عاوز تعمل كذا دوره ليه تربيه دوت القز، يبقى انا امسك على طول التوت اللي انا هزرعه بيكون توت هندي، بيكون مبكر التوريق، يبقى بيطلع اوراقه. يعني من اوراقه دلوقتي بتطلع اوراقه في شهر يناير، بتقعد 11 شهر، يبقى من يناير لحد نوفمبر، بتتساقط في نوفمبر، تتساقط. يبقى شهر 12 بس هو اللي مفيش، ديسمبر هو اللي مفيش، وبعد كده تبدأ تطلع بقى تاني الأوراق بتاعته في شهر يناير. يبقى انت كده قدرت ان انت تربي دوت القز كذا مرة، كذا مرة تربيها في السنة، وهتضر طبعا عليك عائد كبير جدا.
هنشوف بعد كده لو انت عاوز تعمل دورات اقل لتربية دود تلقاز يبقى ممكن نشوف الاصناف المتأخرة التوريق المتوسطة التوريق. يبقى الصنف الرومي هو متوسط توريق، اوراقه بتظهر امتى؟ زي ما قلت لك بتظهر في منتصف مارس. وبتتساقط امتى اوراقه؟ تتساقط برضو اواخر نوفمبر. الياباني ده قيمته الغذائية عالية جدا لان محتواه المائي كبير، فبتفضل الورق بتاعه يفضل غض لمدة كبيرة. وعشان كده الياباني ممكن يجي يقول لك علل الصنف الياباني اجود انواع الاوراق. ليه؟ لان اوراقه بتفضل غضة لمدة كبيرة، ممكن ياكلها او يتغذى عليها ديدان الحرير. طيب، ولكن للأسف الصنف الياباني غير منتشر زراعته في مصر. الأصناف اللي هي منتشرة في مصر بكثرة وهي الرومي والهندي. الياباني غير منتشر، مش كتير. الهندي لأن بياخد لي وقت كبير جدا ليه. طيب، هتكلم بعد كده بقى على التقسيم العلمي لأشجار التوت. التقسيم العلمي لأشجار التوت، أول حاجة اتكلم عن الرتبة وتيكاليس، بعد كده العائلة موريسيا، الجنس موريس، النوع ألبا. يبقى ده التقسيم العلمي لأشجار التوت. يبقى هو ده اللي أنا عاوزك تعرفه، وهو ده اللي هنتكلم بعد كده على زراعة أشجار التوت لما نيجي ممكن الحلقات القادمة وممكن الترم التاني إن شاء الله. هنتكلم على كيفية زراعة أشجار التوت. زي ما قلت لك إن الغرض من إن أنا بدرس زراعة أشجار التوت لان هو ده الغذاء بتاع دود القاز، فانا لازم اوفر لها الغذاء. يبقى في الحاله دي لازم اهتم بزراعه اشجار التوت. طيب، يبقى احنا اتكلمنا في الحلقه دي على التشتيه بتاعه النحل، وقلنا التشتيه دي جميع الاجراءات اللي النحال بياخدها للخروج بالنحل بتاعه آمن وسالم في شهر الشتاء، واتكلمنا على مراحل التشتية كلها، واتكلمنا على الشروط بتاعة التغذية، واتكلمنا على الإجراءات بتاعة التشتية اللي هي بيعملها النحال. وبكده نكون خلصنا المنهج بتاعك بتاع النحل في الفصل الدراسي الأول. ما عندك مهارتين، مهارة فحص الطوائف، مهارة التشتية، وهم دول اللي هتمتحن فيهم. اتكلمنا بعد كده على الجزء الخاص بدودة القز، وقلنا ان دودة القز دي بتنتج لك ايه؟ بتنتج لك حرير. دودة القز بتنتج لك افضل انواع الاقمشة اللي هو الحرير. دودة القز دي بتمر بخمس اعمار يرقية، عمر اول وتاني وتالت ورابع وخامس. هتدرس كل الاعمار دي بالتفصيل. العمر الاول والتاني والتالت يعتبروا الاعمار الصغيرة، العمر الرابع والعمر الخامس بيعتبروا الاعمار الكبيرة. اتكلمنا على التقسيم العلمي لاشجار التوت واهمية اشجار التوت، ان انت بتزرعها ليه؟ بتزرعها لان هي غذاء لدود القز، ان هي ثماره غنية بالمواد الغذائية، ان هي اشجاره الخشب بتاع اشجاره انه بيكون خشب صلب ومتين وبيستخدم في صناعة المنتجات الخشبية. التقسيم العلمي لاشجار التوت، قلت لك الرتبة اورتيكاليس، العائلة موريسيا، الجنس موريس، النوع البا. ويبقى كده اتكلمنا على دودة القز ومقدمة لدودة القز، وهنتكلم برضو بعد كده على الأمراض والآفات التي تصيب دودة القز. وإن شاء الله
ده مشروع ممتاز جدا، مشروع كويس جدا، وبيدر عليك عائد كبير جدا، ولكن هنا مهمل في مصر شوية لأغراض، لأسباب كتيرة. أول سبب فيها اللي قلناه إن هي اعتماد المربين على التوت البلدي. أنا بذكرك بكل اللي قلناه، اعتماد على المربين على أشجار التوت البلدي، وقلت لك أنا إن أشجار التوت البلدي القيمة الغذائية بتاعتها منخفضة، أشجار التوت البلدي التوريق بتاعها بيكون في مارس وأوائل أبريل وبيقعد مدة قليلة، الورق موجود. التوت البلدي بيكون مزروع متناثر على ضفاف الترع والمصارف، ده سؤال دايما ده بيجي لك. واتكلمنا بعد كده على التوت الهندي، واتكلمنا على التوت الياباني، واتكلمنا على التوت الرومي، وأفضل أنواع الأصناف اللي هي ممكن ان انت كمربي لدود القاز ممكن ان انت تقتنيها. طيب هنتكلم بعد كده ان شاء الله على الامراض التي تصيب دودة القاز، او هنتكلم على الامراض اللي في الاول اللي بتصيب الاشجار والافات اللي بتصيب اشجار التوت. ده كله عشان ان انت وانت بتربي دودة القاز لازم يكون مصدر الغذاء بتاع دودة القز موجود عندك. ايه هو مصدر الغذاء؟ اللي هي اشجار التوت. طيب بيزرع اشجار التوت احسن ما هو بيزرع باعداد متناثره او اشجار متناثره على الطرق كده وبيكون على ضفاف الترع والمصارف، لا ده انت بتزرعه في حقول، بتزرعه في حقول ممكن الحقل يشيل لك 7000 شتله. عشان كده تضمن ان يكون موجود عندك ورق توت على طول، لان هو الصفيحة الواحدة او العلبة الواحدة من البيض بتاع دودة القز ممكن تحتاج لها حوالي 500 كيلو ورق توت. علبة البيض دي بتبقى وزنها كام؟ علبة البيض دي بتبقى وزنها حوالي 12 جرام. بتحتاج كام بالتغذية بتاعتها طول لحد ما تخلص العمر اليرق الخامس وتنتج لك الشرنقة؟ بتحتاج حوالي 550 او 500 كيلو ورق توت. انت هتجيب ال 500 كيلو ورق توت ده منين؟ يبقى لازم تكون الزراعة عندك كثيفة. الزراعة كثيفة يبقى الحقول موجودة، حقول خاصة بزراعة التوت. انت استفدت من ورق التوت، واستفدت من الثمار بتاعة التوت، واستفدت بعد كده من الأخشاب بتاعة شجر التوت. طيب هندرس كل عمر بيحتاج كام، وعربة البيض دي بتطلع لك كام صفيحة شرانك، لأن بعد كده هيبقى في حل للشرانك دي. يبقى الشرنقة اللي احنا شفناها اللي قلت لك بتتكون من فيبروين وسيرسين دي بتنتجها ازاي اليرقة؟ بتنتجها زي ما قلت لك من الغدد على جانبي رأس اليرقة، وبتحرك رأسها 70 لـ80 مرة في دقيقة عشان تنتج لك الخيط بتاع الشرنقة ده. يبقى دي مصنع، يبقى دودة القز ده مصنع، جواها في مصنع بينتج لك حرير. طيب يبقى انت لو اهتميت بتربية دودة القز هتلاقي دخلك زاد، ده لزيادة الدخل القومي كمان. وأسباب إن مصر متميزة أو ممكن تكون متميزة ليه في إنتاج الحرير؟ لأن زي ما قلت لك موقعها المتميز، الظروف المناخية بتاعتها كويسة، ما بيحصلش، ما فيهاش الصقيع اللي هو ممكن يأثر على شجر التوت. يبقى موجود عندك أصناف تكون موجودة فيها ورق توت على طول إن شاء الله. طيب هيجي لك بقى إن شاء الله، إحنا داخلين أهو على امتحانات العملي، بيجي لك في امتحانات العملي مهارة لازم بتكون تعرفها، وإحنا درسنا مهارتين، مهارة الفحص ومهارة التشتية.
بيجي لك نماذج بتتعرف عليها في السؤال الأولاني اللي هي المستندات اللي أنت بتتقدم بيها للممتحن. المهارات هيقول لك افتح لي الخلية، يبقى أنت عرفت إزاي تفتح الخلية قبل كده قلناها. افحص الخلية، يبقى أنت عرفت إزاي تفحص الخلية، ودي برضو هقولها لك كده في عجالة كده برضو عشان تتذكرها في امتحان العملي. فتح الخلايا ان انت اول حاجة في اجراءات ان انت لازم بتشعل المدخن، وان انت بتلبس ملابس النحال، وان انت بتقف على احد جانبي الخلية، انت بتدخن على باب الخلية، انت بتخلي الشمس وراك او في ظهرك وانت واقف قدام الخلية، ان انت بترفع غطاء الخلية وبتدخن على قمة الاقراص وبتطلع اول برواز اللي هو البرواز الجانبي، وتفك البراويز عن بعض بواسطة العتلة. دي كلها مهارة هيسألك فيها في الامتحان. وبتفحص البرواز من الجهتين، وقلت لك تفحصه ازاي من الجهتين، وبعد كده بتطمن جوه. في ممكن يقول لك طب قول لي ايه هي اغراض الفحص؟ الاطمئنان على الملكة، الاطمئنان على سلامة الطائفة من الأمراض. بعد كده دي أغراض الفحص، وده مهارة الفحص اللي أنت درستها، وهتجيلك مهارة منهم. المهارة التانية اللي هي ممكن تجيلك برضو، وهي مهارة التشتية. إيه مهارة التشتية؟ إن أنت بتعمل تشتية للمنحل بتاعك، أو بتعمل إجراءات خاصة بالمنحل، إجراءات خاصة اللي قلناها الحلقة دي، إجراءات خاصة بالخلايا، إجراءات خاصة بالطائفة. الإجراءات الخاصة بالمنحل قلناها من أبرز الحاجات اللي أنت بتعملها، إن أنت بترفع الأغطية بتاعة المظلات بتاعة المنحل دي، بتهتم بزراعة أو بيكون موجود مصدات رياح حول المنحل بتاعك، بتحط حصر لو مفيش مصدات رياح، بتحط حصر على الجهة الشمالية والجهة الغربية للمنحل بتاعك، عشان هو ده اللي بيجيب تيارات الهوائية. يبقى دي الإجراءات كلها اللي بتحصل في المنحل بتاعك. بتحوش الحشائش اللي موجودة في أرضية المنحل، وبتعدم العشوش بتاعة النمل اللي لو كانت موجودة. في إجراءات بعد كده برضه أفكرك بيها، إجراءات بعد كده بتعملها للخلية نفسها، وهي ان انت بتعمل الابعاد بتاعة الخلية على الفتحة الشتوية، بتضيق باب الخلية الى الفتحة برضو الشتوية اللي هي بتبقى 3 سنتي باب الخلية، لان الصيفية بتبقى 9 سنتي عشان يدخل هواء، اما انت مش عاوز هواء يدخل يبقى بتقفل الخلية نفسها. برضو بتشوف اي شقوق فيها وبتسدها. الخلايا يستحسن، دي نصيحة كده، يستحسن ان انت الخلايا اللي هتعمل بيها تشتية دي بتكون خلايا جديدة احسن من الخلايا القديمة، لان الخلايا القديمة ممكن تحتوي على جراثيم امراض وجراثيم دودة الشمع. وانت بتفحص ده بقى بالنسبة بقى للطائفة، ان انت بتقلل مرات الفحص لكام؟ لمرة في الشهر، يعني بيبقى من حوالي 3 مرات في الشتاء كلها، يبقى من 20 يوم ل 30 يوم بيبقى ميعاد الفحص بتاعك بتاع الخلايا. ليه من 20 ل 30 يوم؟ عشان ما تفتحش الخلايا كتير، لان زي ما قلت لك قبل كده برضو، لان كل ما فتحت الخلية في الشتاء بيأخر عملها ل 15 يوم، بيأخر عمل الخلية او بيأخر عمل الطائفة 15 يوم. يبقى انت بتلتزم بان انت ما تفتحش الخلايا كتير، طيب، عشان ما يجيش تيارات هوائية للنحل بتاعك، لان لو جت تيارات هوائية للنحل بتاعك هيصيبه بامراض، واكترها هو مرض النزيمة. مرض النزيمة ده مرض خطير جدا هتدرسه ان شاء الله، بس انا قلت لك برضو واديتك
معلومات عن مرض النوزيما ده اللي هو امراض الجهاز الهضمي وامراض القناه الهضميه اللي هو ممكن يدمر لك النحل خالص. يبقى اهم حاجه في التشتيه مش ان انت تغطي الخليه بس، لا، اهم حاجه ان انت تتاكد من وجود غذاء، اهم حاجه ان انت تتاكد من عدم وجود امراض او تعمل على عدم جلب الامراض للخليه بتاعتك، تتاكد او تعمل على عدم وجود فروة. الفروة دي بتبقى موجودة برضو في الشتاء، تتأكد ان النحل بتاعك بيبقى سليم في وقت الشتاء. واتكلمنا على الحرير، وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في جميع المواد، واي سؤال ممكن ننتظره على موقع القناة، وتمنيت لكم التوفيق، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.